بين أحضان جبل القصور وعلى بعد 30 كيلومتر غرب العين الصفراء بن عامة، يعتلي قصر السفيسيفة العتيق عرش أحد أهم المعالم الأثرية بالمنطقة، باسطا جذوره في أعماق التاريخ ليتجلى ذلك على جدرانه وبين أزقته وآثار من ساروا بدروبه. السفيسيفة كلمة عربية أطلقها البدو الرحل القاطنين بجوار المنطقة، أما الأصل في التسمية فهي تنانت، المصطلح الأمازيغي أي بمعنى الأرض البلاد، منطقة محصورة بين تلين أو جبلين حسب بعض الروايات. السفيسيفة يقول لها تنانت، تنانت علاش تنانت؟ جاية بين جبال زوج ورديم وراس الواد وتوريست ثلاثة، هذا ماشي غير زوج، جاي يقول لها تنية سوسيفة مبنية في التنية، سوسيفة هذه هي تناني تنانت. بعض شيوخ القصر يرجعون هذه التسمية إلى شجر الصفصاف المتواجد بكثرة على حافة الواد على شكل غابة صغيرة. لا 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 سينو تاع سوسيفة هي تنانت، راه كاينة مقبرة تما وهذاك القصر راه يتيها نيونتي من بعد بناو لي ريسكابي واللي قعدوا جاوا هنا وبناو سماها سويسيفا. انا دابري اللي نعرف على بال الصفصاف كان في الواد كان غير الصفصاف، ما كانش يا في با دوتر فيردور، كان غير هذيك الصفصاف سماوها سويسيف سيتادير لو بوتي بوبلي. بني وشيد قصر السفيسيفة العتيق على يد ذرية شريف مولاي محمد بن زيان البوتغيري الإدريسي، لتتوافد على القصر بعدها قبائل من نواحي تلمسان وسبدو والصحراء وبرقم وفيقيق وتوات وجبال العمور، وهذا بعد رحيل قبيلة زناتة البربرية. هم الإدريسيين وزيانيت جايين من تلمسان وولاد نهار، هادو هما الاصل تاع ولي برومي زابيتو حنا تاع سويسيفا الاصيليين الكبار هما لي بن عليا اللي باية. قام مشيد القصر العتيق بإشارة من شيخ كرزاز بحفر عين جديدة تدعى إغرغار تتصل بالبساتين على قنوات تحت الأرض وتسمى تيسفال والتي تشبه الفقارات. أين هادو نتاع تيافين ونتاع غرغر؟ نتاع غرغر هذا خدموها تحت الأرض داروا تيسفال فقارات، داروهم من هذا الجنان تاع قدو الزوز نتاع ورتو حتى لسقاق تيجان تيسفال باش قطعو من تما الماء يشرب الجنانات حاجة. ما هذه تيافين تورد منا من تيافين يتعارف يتلوبر يرزان، هذا ما تورد. يتميز القصر بتعدد أزقته ودروبه، وقد استخدمت في إنجازه المواد الأولية المحلية كالطين والحجارة والزليج وشجر الصفصاف. هذا القصر بناوه هما لي غير بالحجرة والتراب، تان حنا نقولوا له تلاخت هذيك الصفر هذيك باش بناوه تراب قاصح يعني بنو بيه، كاين كان يحرش بشوكة بالجير كاين شوكة غير بالتراب غير الحجر خشب، الخشب كان يجوبه غير من نواحي منه يعني قريب الخشب كانت غابة سويسيفا. العرعار متين هو قاع خير من السجر، ما تاكل أهلا دودا لا والو،
يديروا العرعار ويديروا فوقه الرتم الرتم ويديروا الحنفة ويديروا الطين. حظيت الساحات العمومية باهتمام خاص من طرف مصمم القصر، إدراكا منهم أن تجمع الأهالي سواء في الأفراح أو الوعادات أو حتى لحل مشاكل السكان أمر يستدعي خلق الفضاء الملائم لمثل هذه النشاطات على غرار جماعة وساحة تشرفت بوسط القصر. سموها الجماعة، كانوا لنطابل تاع الكبار تاع القصر لما الجامع قريب لهم كانوا يجوا هنا ويريحوا ويتذاكروا. يافي مام دي ليتيج اللي تحلوا هنا بين يدين الجماعة. لا بلاس بيبليك هنا اللي كان يوقع لها كان احتفالات ولا عراسات كانوا هنا. وهذه تشرفت عندها ذكرى، عندها تاريخ. أنا راه عندي كتابيين وقت فرنسا، نهار فرنسا دخلت الأقصر تاع سويسيفا، هذه تشرفت لقيت فيها اون ريزيرف فورميدابل تاع قمح، زراع، سكر، تمر، اليقور. هادو كانوا حيري. وعلاش كانوا دايرينها هادوك؟ سيتي لا بوبيلاسيون، الناس الاكثر يكونتريبيو يعطوا. وليا وقعت ان سياج اللي جا شي عدو وما خلاوش اصحاب الاكثر يخرجوا، راهم عايشين عندهم باش يعيشوا قيمه 6 شهور ولا 7. تميز قصر سويسيفا بشموخ العديد من الأبراج في كل الاتجاهات وضعت لمراقبة تحركات القبائل والأشخاص، كما تميز بتواجد عدد من الأبواب والأزقة والدروب وكلها حملت أسماء سكانها. دايرة داروا البيبان حد ما يدخل عند حد، براني ما نجمش يدخل، والدخلاني عندهم كيفاش يدخلوا لبعضهم نضاد، عندهم زقاقات، كل درب عنده زقاق يعطي الزنقة للزقاق الآخر. ما هالبيبان اللي يدخلوا الكبار، كاين هذا الزقاق نتاع ولاد موسى، كاين الزقاق نتاع ولاد العربي ولاد الصديق، هادو اللي كانوا يخرجوا، شي خرجة ما الآخر ما كلشي مبلع، الماء على المغرب يبلعوا كل بيبان، ما كانش اللي يدخل. هذا هو كان زمان عايش. قال لي ملي بغيتي تشدو سكوسيفا ديروا البراج. ايوا نادو ذاك الوقت نبناو البراج، في كل زنقه داروا البراج. توفير الظل في الازقه والدروب لم يكن المبتغى الوحيد لدى مصمم القصر بجعلها ضيقه وعاليه، بل كان لاغراض دفاعيه حمايه للسكان من اي مداهمه او اعتداء. كون لوبسكوريتي ابل لوميديتي ولا ابل ان سور دو كورون دير. كانوا يجوا هنا قلت لكم الدكانات من في هذا الموضع الصومبر كانوا يجوا يقيلوا. في هذاك الوقت كانوا يخافوا من لي زانفازيون. العدو من يدخل اللي تي اوبليجي دو فينير ان بارين، ينجموش يجوا ربعه في سيتي بو بوكو بلي فاسيل صحاب الكسر دو كومباتر لانمي ان بار ان خير ما يجو اون نيفال.
لقد اعتمد سكان القصر في معيشتهم على المنتوج الفلاحي، إذ مارس معظمهم خدمة الأرض بالبساتين المحادية لوادي السفسفة، محققين بذلك اكتفاء ذاتيا خلال أصعب الفترات الاستعمارية. ولم يغفل الفلاح المنطقة عن تربية المواشي والأبقار داخل القصر، والتي اتخذت الطوابق السفلية مكانا لها. المعيشة تاع السفسفة باش كان عايشين هنا، كان خدامة يخدمو، خدامو في الجنان، يديرو اللفت، يديرو الكابوية، يديرو الزرع، كل ما يقاش قمون ولا رفادة بلا حرط. كان المامون الله يرحمه زمان، القايد تاع السفسفة لا لقى شي قمون بلا حرط، ينوض يقول له حرتو. كانوا عايشين بالدراع هنا. يعود إنشاء مسجد السفسفة والمتواجد داخل القصر العتيق إلى أكثر من 9 قرون حسب الروايات المتداولة وسط شيوخ المنطقة، واستخدمت في إنجازه المواد الأولية المحلية، وقد ساهم في إنجاز هذا المعلم الإسلامي أهل البلدة إلى جانب يد عاملة متخصصة. هذا الجامع راه فيه 9 قرون و34 سنة، وبناوه صحاب البلاد، وبناوه بالجير والتراب، بناوه غير مواليه، ما بناوه حتى واحد مواليه خدموه في 2 سمعات. هذه القديمة الأولى مع الجامع، هذه الأولى، وهذه في 49، بناوها في 49 جديدة، عندها 2، هادي وهاديك، هادي قديمة وهاديك جديدة. عرف هذا المسجد توسيعه إثر الهبة التي استفاد منها من قبل ملاك الأراضي المجاورة، حيث أصبح يتوفر من الجهة الجنوبية على ساحة للصلاة أيام الصيف وخلال شهر رمضان الفضيل، حيث تنوعت الطقوس الدينية داخل هذا المعلم الأثري الإسلامي. هاد الوسعة كانت ساحة، من بعد عطاوها مواليها وبناوها، وبقاو يصلوا فيها في الصيف ورمضان والآخر، ويديروا فيها الوعدة، كتكون شي وعدة. هاد الساحة وهبوها مواليها، وهبوها للجامع، وبناوها ويصلوا فيها في رمضان وفي الصيف، ها المحراب نتاعها. فبالإضافة إلى العبادات والشعائر الدينية، تم إحياء الكثير من المناسبات طيلة السنة الهجرية، وذلك بالاعتماد على نظام الحضرة والمدائح الدينية، والتي أخذت أبياتها وأشعارها من ديوان الشاعر والقاضي والفقيه الحاج محمد بن يعقوب. المسجد كانوا يصلوا فيه ويقروا فيه ويوكلوا فيه الصداقة ويحضروا فيه، يجيبوا فيه الشعر، كان الشعر نتاع بن يعقوب يجيبوا فيه نتاع سيدي حموسة، يحضروا فيه من الشتاء للشتاء، يحضروا فيه والصباح ثاني الصباح كيصلوا تيدان الأول يجيبوا يحضروا فيه. ومن هذه الأهمية والمكانة التي يحظى بها هذا الصرح التاريخي، استفاد من عدة عمليات لإعادة تأهيله في إطار الترميمات الجارية على قصور ولاية عامة، ليبقى منارة إسلامية وتحفة تاريخية وسياحية يقصدها الطلبة والسواح، بعدما أخذت الجمعية المحلية نانت على عاتقها كتابة تاريخ القصر ومرافقة الزوار. Thank you.
اللي هنا كي قال لهم توت موديسي. كنت اول مير نتاع سويسيفا، الحقيقه كنت مير نتاع العين الصفراء وسويسيفا تابع للعين الصفراء. الاكثر يقعد انفيستيج، يقعد تذكيره لولادنا، لولاد ولادنا لي نوفيل جينيراسيون فينير، يعرفوا جدودهم وين كانوا وين عاشوا هذوك. والحمد لله، الحمد لله الحكومه وعاونت وداروا ترميم، ايزو روفي ا ببري لوكسار. احنا نشكروا دولتنا ونشكروا الجزائر بالكامل واللي ريسبونسابل و ريسبونسابل اللي داروا وعاونونا باش ريستوري هاد لوكسار. وبارك الله فيك. إن مشاركة ومساعدة سكان سفيسيفا ودعمها لمقاومة الشيخ بوعمامة أكدتها اتصالات ولقاءات الشيخ بمولاي الهدف، والتي كانت متعددة ببساتين إغرغار، إذ على إثرها ينفى هذا الأخير إلى أفلو مدة 9 سنوات. وبعدما انفاه الاختياري استقبله الأهالي بالترحاب والزغاريد، تاركا لأحفاده آخر عنقود هدف بختة التي عمرت قرابة القرن، وكانت وفاتها سنة 1982 بالعين الصفراء. مولاي الهدف كان شيخ البلاد، وهو كان قائد نتاع، ما كانش قائد، كان الشيخ نتاع البلاد، هو الشيخ نتاع البلاد. ومن بعد تواصل مع أبو عمامة، كان يمول في الجيش نتاعه، واحد الجنان يقولوا هي غرغار تما كان الجيش نتاعه. نهار اللي جات فرنسا انفاوه 9 سنين لافلو، ونهار اللي جا هنا جينيرال اليوتي 1904 طلقوه. مولاي الهدف نهار اللي طلقوه من نفيان استقبلته الجماعة وطارت له استكبرت به. ونهار اللي مات خلى لينا بنت يقولها بختة، حياته وراه بزاف، حياته وراه 40 عام و50 سنة ولا كذا. كما اتصل الشيخ بوعمامة بالشاعر والفقيه والقاضي محمد الطالب بن يعقوب، الذي بلع رسالة أثناء استنطاقه لينكر ويخفي الحقيقة، فينفى إلى العين الصفراء وبالمدينة، واصل دعمه المادي لمقاومة الشيخ بوعمامة. انت الشيخ بن يعقوب كان حبيب الشيخ بوعمامة، وبن يعقوب اللي تريكوني معروف هنا كان كريديبل. الشيخ بن يعقوب سيتي كلك شوز، سيتي ان مسيو. هذا الشيخ بن يعقوب كان مع اتصالات مع ابو عمامة، مع الشيخ ابو عمامة، وجابوا له، جاب له واحد بريا، وهو كان قاضي الساعة، كان قاضي، جاب له برية، كان واحد الحاكم نتاع فرنسا وقف معاه. كي قبض ديك البرية قال له ذاك الحاكم جيب لي هلا مدغها وكله، قال له ما كان والو، هنا هذاك مدها له قدام ذاك الحاكم هذا، قال له ابن يعقوب واش هذا، قال له والو غير الاخر وبلعها كله. هذا الشيخ بن يعقوب كان شاعر، عنده العلم الموهوب. عديدة هي المحطات والذكريات لكل من عاش بهذا القصر، فمنها ما ترتبط بالثورة، وأخرى بالنضال على غرار وخيم الكشفي الذي أبى محدثنا الحاج حمو عبد الجبار إلا أن يستوقفنا للحظات بجانبه، مشيرا إلى ارتباط سكان المنطقة بكل ما يخدم المجتمع والوطن. Le 15 avril 1942 درنا هنا مخيم نتاع الكشافة في هاد البلاصة هنا، جينا وقعدنا 8 أيام. في هذاك الوقت كانت في عمري 16 عام، ومن هذوك الكشافة كاع اللي كنا رانا باقيين حنا الزوج، كان زايد الحاج ربي يطول له العمر وانا، وطلعنا أبي
من عين صفرة للسويسيفة كراع، وأنا 30 كيلومتر درناها، وأنا كنت مكلف باش عندي حمار ودير فيه زوج قواطين ومطلعهم. وهني طاري فيه هنا قعدنا 8 أيام، وكنا نديروا حفلات في الأقصر، ودرنا دي فوت كون في الأقصر، وزهينا الأقصر أتول بوان كو صحاب الأقصر كم دابيوتي دي لوسبيتاليتي سويسيفيان، من جينا ماشيين عرضونا، وكان رضوان الحاج الحسين هو دلينا مشوي. اونيتي احنا كنا بابر اون فانتان ولا الهدف سيتي تان كون ان كون ديكسبيريونس ونشوفوا لا ناتور. وكنا ان طونك سكوت واش درنا، كنا نعاونوا نمشوا للجنانات. بوادر التضامن بين سكان قصر سفيسيفا لم تقتصر على حياتهم اليومية، بل تعدته إلى مظاهر للفرح والاحتفالية في الأعراس على الطريقة التقليدية طبعا، بالإطعام لمدة تفوق الأسبوع، وزف أكثر من عريس، والرقص على إيقاع العلاوي ودوي البارود. حاجة مهمة هي العراسات، وهذيك العراسات كانوا يديروا كوليكتيف بالجميع بالجملة، الجملة كانوا يوصلوا حتى 17 نعريس. واش كان فيهم الزين هذه 17 نعريس؟ باسكو اللي كان المسكين الفقير اللي ما عندهش راه داخل مع هذوك اللي 19، وكان اللي غني راه معاهم، سيتادير ما كانش الفرس بين الغني والفقير. 17 وكانوا يديروا يجملوا ويديروا عرس كوليكتيف، وكل نهار عند واحد مدة 7 أيام. وفي هذاك الاحتفال كان البارود كم دابيتيف، البارود هو خزاي كل البارود، الرقيس العلاوي الغايطة، داير الغايطة خارجة من سويسيفا، الأصل تاعها خارج من سويسيفا، الرقيس العلاوي معروفة بالشيخ الحبيب ودرك ولده سي ساس ترونسمي دو بيرون فيس. أنا اللي كنت أنا شيخ، وكانت الدنيا هنا يديروا 10 عرسان 11 انا الغيات، والدنيا كانت مع بعضها مضطربه مع بعضها، والبارود كان يظل جبد جبد من الصباح حتى الليل. ان قصر سفيسيفا ما هو الا عينه من كنوز جبال القصور، والمؤهله لانتزاع مكانه وطابع سياحي علمي وتاريخي، ان توفرت تلك اللمسه المفقوده التي من شأنها نقل هذه اللوحات الفنية إلى منتوج سياحي. حتى إعطاء صبغة سياحية، وحتى نعطي يعني أو استغلال هذه المتاحات السياحية التي تسخر بها الولاية تاعنا، وننفض الغبار على السياحة حتى تكون سياحة صناعية وسياحة استمرارية وعندها دخل وتمس الفرد، خاصة يعني احنا الامكانيات السياحية او المتاحات السياحية اللي تسخر بها، مثلا كما رانا في اليوم في سفيسيفا وجود قصور، وجود نقوش حجرية، وجود واحات كرم وحسن ضيافة اهل سفيسيفا، كل هذا المجال يجعل من السائح او تجعل من هذه المنطقة يعني قطب سياحي ممتاز. يعني هذا الشيء كشوف فيه امامكم يعني بفضل مجهودات جمعيه تنانس يعني اللي يعني جاهدت وناضلت من اجل هذا البلد بحمايه التراث، ويعني
وهذا شيء جميل لبلدنا احنا، يعني حتى السواح اللي يجوا شوفوا يعني البلد يحتوي على يعني تاريخ وتراث.